وقعت الشركة المصرية للاتصالات رخصة تشغيل الجيل الرابع للمحمول النهاردة بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يمكن الخبر ده بقالنا فترة بنسمع عن تحديات وصعوبات وعقبات إلى آخره، عن كيفية الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول. المصرية للاتصالات تحصل على الرخصة والترددات بالفعل، وده بقيمة النهاردة حصلت على هذه الرخصة بقيمة 7 مليار جنيه، تسدد 50% منهم بالدولار الأمريكي. وأوضح المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن الترخيص الجديد بيسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الجيل الرابع بمجرد جاهزية هذه الخدمات، لذلك حيث سيسمح الترخيص للشركة بتقديم خدمات الجيل الرابع باستخدام تردداتها الجديدة وتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث عن طريق التجوال المحلي، وده هيكون مع الشركات الحالية. معانا دلوقتي اتصال هاتفي علشان ناخد تفاصيل أكتر وعلشان الأمور تكون أوضح مع المهندس ياسر القاضي، مع وزير الاتصالات. هيكون معانا خلال دقايق الوزير معانا بالفعل، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا مان. سيادة الوزير، دلوقتي يعني وقعت الشركة المصرية بالفعل للاتصالات على رخصة تشغيل الجيل الرابع للمحمول في مقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد يعني مشوار نقول عليه أو نقدر نصفه سيادة الوزير بأنه مشوار كان طويل. مشوار طويل، ووقعت الشركة المصرية للاتصالات في الوقت المناسب، ونتمنى لسوق الاتصالات الحقيقة التقدم والازدهار. السوق سوق كبير، سوق واعد، والحقيقة ده مش بشهادتنا ولكن بشهادة المستثمرين، سواء المستثمرين في مصر أو خارج مصر. ممكن يا سيادة الوزير توضح أكتر إزاي السوق هيزدهر وإزاي الخطوة دي ممكن إنها تنعكس على سوق الاتصالات وعلى المواطن بشكل محدد، يعني وبصورة يعني أقرب على المستوى الإيجابي واللي يهم اللي بيسمعنا دلوقتي يا فندم؟ خليني أقول لحضرتك إن الرخصة بشكلها الحالي هي مش رخصة بس جيل رابع، ولكن هي رخصة في إطار تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومة. يعني قطاع الاتصالات الحقيقة في فترة كان زي ما حضراتكم عارفين ان في 4 شركات في بتقدم الخدمات، سواء الخدمات الارضية او خدمات المحمول. بعض هذه الشركات او 3 شركات كانت تقدم الخدمات المحمول فقط، والشركة المصرية كانت تقدم خدمات الارضي فقط. النهاردة بالرخصة الجديدة، اولا هناك تقدم كبير، ان مصر كانت من 6 دول على مستوى 147 دولة تمام. ما دخلتهاش الجيل الرابع. النهاردة احنا بنقدم خدمات مهمة جدا هي خدمات الجيل الرابع، الى جانب اننا بنسمح لكافة الشركات الاربعة العاملين في السوق بتقديم كافة الخدمات. يعني المصرية للاتصالات سوف تقدم خدمات الارضي والمحمول، والارضي عن طريق شبكتها، والمحمول عن طريق الجيل الرابع، وعن طريق حاجة اسمها الناشونال رومينج مع الشركات، تعتمد على الشركات الثلاثة الموجودة، وإلى جانب أن الشركات الثلاثة الموجودة هتقدم إلى جانب المحمول هتقدم الشبكات أو الخدمة الأرضية عن طريق حاجة اسمها الفيرشوال فيكسد، وهيبقى عندها نفس الشبكات الأرضية عن طريق الشركة المصرية للاتصالات. ده هو إطار تنظيمي مهم جداً، كما ان الرخصه كمان بتتيح اذا اراد الشركتين، في شركتين لم يحصلوا على البوابات الدوليه، الرخص المتاحه اذا ارادوا هناك يمكن ان يحصلوا على الشبكات البوابات الدوليه. فاحنا دلوقتي عندنا هيبقى عندنا سوق، السوق ده في كافه الشركات بتقدم كل الخدمات للمواطنين. ده طبعا هينعكس بشكل كبير جدا على الخدمات ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وهينعكس على روح المنافسة ما بين هذه الشركات، اللي بالطبع هينعكس على
المستهلك او على المستخدم، سواء من ناحيه الجوده او من ناحيه الاسعار. طيب سيادة الوزير، 50% من التعاقد يتم عن طريق الدولار، ليه يا فندم؟ 50% بالدولار و 50% بالمصري. الحقيقه ال 50% بالدولار ده هو حضرتك عارفه في ترددات، هتبقى ترددات متاحه مع الترخيص. الترددات لها رسوم اخلاء. رسوم الاخلاء دي عباره عن اجهزه، الاجهزه دي متركبه اوريدي على الترددات اللي موجوده، فيتم استبدال هذه الاجهزه باجهزه جديده، فيتم شراء هذه الاجهزه بالدولار. عشان كده كان النص بالدولار والنص بالعمله المحليه. شكرا معالي الوزير ياسر القاضي، وزير الاتصالات، على وجود حضرتك معنا وعلى التوضيح.